إثر استغلال معلومات مؤكدة حول سعي مجموعة إجرامية لتهريب كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بتامن غصن بدعم من باقي وحدات المجموعة من إحباط المخطط الإجرامي مع حجز 134 طن من مادة الفرينة، 40 طن من مادة السميد، شاحنة 6 جرارات طريقي بمقطورته. كما تم توقيف 9 أشخاص أين تم تقديمهم أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة طامن غصن